هذه النشرة برعاية بورتشو اس اي موبلر دينتالي. خطأ حسابي، هيئة الصحة تسحب تقريرا لها. دعوة للمسلمين الالتزام بتوصيات السلطات الصحية خلال رمضان. أهلا بكم. نشرته ثم سحبته. هيئة الصحة العامة تسحب تقريرا تحدث فيه أحد الخبراء بأن مقابل كل حالة إصابة مؤكدة بكورونا في ستوكهولم توجد 1000 حالة لم يتم تسجيلها. الهيئة اكتشفت الخطأ وأوقفت التقرير. التلفزيون السويدي ووسائل إعلام أخرى نشرت التقرير وبنت عليه أن معدلات الإصابة في ستوكهولم هي الأعلى عالميا. الكومبس رفضت نشر التقرير لأنها رأته مجاف للحقيقة. فعلى حساب الخبير سيكون عدد المصابين في ستوكهولم 6 ملايين، في حين أن عدد سكان العاصمة 1 مليون نسمة تقريبا. حاجز 16,000 إصابة تم تخطيه اليوم في السويد. الوفيات تقترب من حاجز 2,000. هيئة الصحة تقول إن منحنى انتشار المرض مستقيم جدا منذ بداية نيسان إبريل، وهذه أنباء جيدة للغاية رغم زيادة الضغط في ستوكهولم. من جهته رئيس الحكومة أكد أن هذا الصيف لن يكون كالمعتاد داعيا لإلغاء جميع التجمعات والاحتفالات. رئيس الحكومة أيضا شدد على أننا سوف نتجاوز هذه الأزمة. اعتراف من وزيرة الخارجية آن لاندي بأن الاتحاد الأوروبي فشل في التضامن بين دوله في بداية أزمة كورونا. الوزيرة رأت أن تصرفات بعض الدول كانت تتسبب بتعطل إمدادات معدات الوقاية الطبية الهامة. لاندي عبرت عن أنها لم تتوقع أن ترى حدودا مغلقة بين دول الاتحاد. كان رد الفعل الأولي أن كل دولة تريد أن تنفذ أو تنقد نفسها. هكذا لخصت لاندي موقفها من ما جرى. خلال نصف ساعة ستعرف إذا كنت مصابا بالكورونا أم لا، ومن منزلك أيضا. إنه اختبار جديد يقوم به باحثون سويديون بالتعاون مع باحثين في الصين. طبعا الأنابيب هو عبارة عن مجموعة من أنابيب الاختبار والكواشف وحوض ماء ساخن، ومن خلالها يحصل المرء على النتيجة. الاختبار الجديد أجري على 248 عينة من مرضى كوفيد-19 في الصين. في وقت وصل فيه عدد المختارين بالتسريح من العمل إلى أكثر من 200,000 موظف في السويد نتيجة تداعيات أزمة كورونا، أرقام جديدة تظهر تراجع وتيرة إفلاس الشركات في السويد مقارنة بما كانت عليه الحال في بداية نيسان إبريل. أكثر القطاعات تأثرا الفنادق والمطاعم وتجارة الجملة. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، دار الفتوى الإسلامية في السويد تدعو المسلمين إلى الاستمرار بالالتزام بتوصيات هيئة الصحة التي تدعو إلى عدم التجمع والمحافظة على مسافة عند أي لقاء، وذلك ما يحد من القدرة على القيام بنشاطات معتادة في رمضان مثل الاحتفالات والإفطارات الجماعية والزيارات العائلية وصلاة التراويح وحضور مجالس العلم في المساجد وغير ذلك. إلى فقرة السوشيال ميديا، تراجع أسعار النفط بشكل كبير في العالم أدى أيضا إلى تراجع أسعار الوقود في السويد، لكن متابعي الكومبس رأوا أن هذه التراجعات تبقى محدودة مقارنة بالأسعار العالمية التي وصلت إلى السالب. نتابع بعض من هذه التعليقات. بسام: برميل نفط صار بسعر كيلو الخيار، ولا لازال لتر البنزين السويد يساوي حق غرام من الذهب. يعني المفروض إسا لتر البنزين يصير حقه 4 كرون بدلا من 11 كرون. أما ناهدة تقول: أصلا صار له أكثر من شهر هيك سعره، وأنا قبل أسبوع عبيت السيارة وكان نفس السعر. لؤي: كان السعر أرخص من هيك في عام 2014، وبعدين السعر الحالي عبارة عن سرقة عينك عينك، لأنه إذا نطلع على سعر البورصة بنلاقي السعر الحالي خيالي. أختم مع محمد الذي يقول: ما زال سعر لتر البنزين غالي الثمن، المفروض سعر اللتر ينخفض إلى 5 كرون للتر الواحد. ومع انتشار الكورونا تغيرت الكثير من عاداتنا، ومنها تجنب فتح الباب بكف يدينا. مطورون فنلنديون اخترعوا مقابض خاصة لفتح الأبواب بأذرعنا عوضا عن كف الأيدي، تجنبا لنقل عدوى كورونا. فلنتابع.
الشمس مورية في ستوكهولم هذه الأيام، وانتشار كورونا لم يمنع سكانها من الخروج بكثرة إلى الشوارع والتمتع بالشمس. السلطات الصحية مستاءة من مثل هذه التجمعات. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية بورتشو اس اي موبلر دينتالي